تخيلوا إن الفنانة جوري بكر هي أكثر الفنانات بحثاً على جوجل لسنة 2023؟ والله زي ما بقولكوا كده، اتصدرت أكثر الأسماء في محرك البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده طبعاً بعد النجاح الكبير اللي حققته في دور وداد في مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان. تعال أقولكوا مين هي جوري بكر وإيه رد فعلها على هجوم الجمهور عليها باستمرار. تابعونا للنهاية. قدرت الفنانة جوري بكر تتفوق على نجمات ونجوم الصف الأول سنة 2023 وتبقى أكتر شخصية أثارت الجدل وشغلت المصريين والعرب، وده بعد دورها القوي في مسلسل جعفر العمدة. بس قبل ما تحقق اللقب ده، هي مشوارها كان طويل ومش سهل وكله مطبات. جوري بكر اتولدت سنة 1988 في اسكندرية، ووالدها انفصل عن والدتها وهي طفلة، وأول مرة تعرفه لما كان عمرها 10 سنين، والموضوع ده مؤثر عليها لحد النهاردة. وتخرجت جوري من كلية الآداب وتخصصت في قسم اتصال وإعلام، ودرست بعدها الإذاعة والتلفزيون، وبدأت رحلتها الفنية الأولى بعرض أزياء مصنوعة من الشوكولاتة، واشتركت بعدها في مسابقة ملكة جمال آسيا وقدرت تحصل على اللقب، وحصلت على لقب الوصيفة الثانية في مسابقة ملكة جمال مصر سنة 2014. وقررت بعد كده جوري تسافر دبي، وهناك اشتغلت في مجال المكتبات بس ما لقيتش نفسها، وأقنعها أحد المنتجين بالتمثيل، وفعلا ما صدقت وسافرت على دبي وشاركت في مسلسل سيت كوم خليجي اسمه رمضان نايانا، وشاركت بعد كده في برامج إماراتية وكانت مذيعة في إحدى القنوات الإماراتية، واتنقلت بعدها للعمل في قناة زي تي في وقدمت برنامج عن أفلام بوليوود، وبعد فترة قدمت برنامج عربود على قناة روتانا. وأول تعارف بين جوري وبين الجمهور المصري كان سنة 2015 لما شاركت في أكبر برنامج ترفيهي في الشرق الأوسط مع رامز جلال في برنامج المقالب رامز واكل الجو، ولما لاحظت إنها بدأت تتشهر اتعلقت بالتمثيل أكتر، وعشان كده قررت تسافر لندن ودرست هناك التمثيل. ولما خلصت دراسة ظهرت مع المطرب العالمي الباكستاني الأصل عمران خان في فيديو كليب ساتسفاي، واتفتحت لها طاقة القدر سنة 2020 لما كانت موجودة في مهرجان القاهرة السينمائي وقابلت محمد رمضان لأول مرة، ودار بينهم حوار انتهى بتبادل أرقام التليفونات، وبعدها بشهر اتفاجئت بأنه بيتصل بيها وطلب منها تشاركه في مسلسل البرنس في موسم رمضان 2021، وقدرت تخطف كل أنظار الجمهور بسبب أدائها القوي، والمسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية جدا. والتعاون بينهم اتكرر من جديد في سنة 2023 من خلال دور وداد في مسلسل جعفر العمدة، وهو الدور اللي عجب كل الجماهير بسبب التشويق اللي في الحلقات، وخصوصا انها متزوجة من سيد شقيق محمد رمضان وهتتجوز من شوقي بعد خروجه من السجن. من الحاجات اللي لاحظناها في جودي بكر انها دايما بتثير الجدل، سواء بسبب ملابسها الجريئة وبتتعرض لانتقادات كتير جدا، ومع ذلك ما بتردش على اي انتقادات وكأنها مش فارق معاها. ومن اكتر المواقف اللي استفزت فيها الجماهير لما سافرت مع خطيبها قبل الجواز، وبعد الهجوم الكبير عليها على السوشيال ميديا خرجت ودفعت عن نفسها وطلبت من الجمهور ما يتدخلش في حياتها الشخصية، واحتفلت بعدها بشهور بزفافها على خطيبها وهو رجل أعمال اسمه رامي أحمد محمد وأكبر منها ب5 سنين. اعترفت جوري بكر بتأثرها الشديد بتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، وقالت إنها بتبكي أحيانا بسبب التعليقات السلبية اللي بتتضمن ألفاظ مسيئة، وكملت كلامها وقالت بتشتم في الكومنتات بألفاظ وحشة، ولو شفت كومنت مش لطيف بقعد عيط. كل يوم بتثبت لنا جوري بكر انها 7 صنايع بس البخت مش ضايع. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم ايه في اداء جوري بكر، وايه اكتر دور حبيتوه ليها، وهل تستحق الهجوم عليها بسبب تصرفاتها ولا لأ.